كيفكم حبايب رموشة؟ اشتقت لكم كتير وانتو اشتقتوا لي؟ قبل ما ابتدي ابغى اقولكم انه باخر الفيديو حنزل رسماتكم الحلوة لشخصيتي واللي كانت اروع من رائعة. عارفين هداك النوع المتملق في الصف اللي يقعد يتملق للأستاذ عشان يصير هو محبوب الصف على حسابنا؟ هذا الشخص حرفيا معاناة. واليوم ححكي لكم على صديقة أو ممكن أقول زميلة دراسة درست معي كانت من هذا النوع لزقة في المرحلة الابتدائية. لما نكون بالصف عندنا حصة بتكون جاية الأبلة داخلة للصف، فهي تقوم وتجري عندها وتقول لها: لا يا معلمتي، أنا أحمل لك المحفظة لمكتبك، ولو تبغين أحملك على كتافي أحملك. شكرا، أنت طالبة كويسة. فكانت الأبلة تحبها كتير لدرجة إنها لما ما بتكون بالصف تكلفها تراقبنا، واللي يتكلم أو يتحرك من مكانه تكتب اسمه على السبورة، ولو يتحرك أو عطس أو يتكلم تاني تزيد علامات على اسمه، وعدد علامات هي عدد الضربات اللي حنتلقاها من الأبلة. وفي مرة كنت بس عطست فكتبت اسمي على السبورة من غير رحمة. ليش كتبتي اسمي؟ أنا ما عملت شيء، أنا بس عطست. أنت عطستي والحين اتكلمتي معي، حزيد علامة، ولو تزيدي كلمة تانية أزيد علامة، ولو عاوزة أمسح اسمك أعطيني علبة أقلامك الخشبية. فأعطيتها العلبة وأنا جد معصبة، وكانت تستغلنا. لازم يعني اللي يبغي تمسح اسمه لازم يعطيها مقابل، اللي يعطيها دفاتر، واللي يعطيها محفظته، واللي يعطيها أي شيء يملكه. يعني في بداية الحصة تدخل كذا، ونهاية الحصة تطلع كده. هو إيش ده الاستغلال؟ وفي مرة هذه السالفة مرة بتضحك، لما اتذكرها افقس من الضحك. كانت الأبلة لما تشم ريحة خايسة ومو كويسة بالصف بتكلف هذه البنت عشان تشمنا وتعرف مين فينا اللي عملها، وتطردوا طبعا وتضربوا. فكانت تشمنا واحدة واحدة لحتى ما تعرف مين السبب هذه اللي عملتها. وفضلت معي هذه البنت لحد ما دخلنا المرحلة الإعدادية، وهنا يتغير نوع التملق، صار تملق بطريقة تانية. كانت تنقل الكلام اللي نقوله على الأساتذة اللي درسونا، فلما نكون في الاستراحة مثلا نسولف أنا ورفيقاتي، تيجي وتقرب ودانها وتعمل حالها بس واقفة جانبنا، فتلتقط كل الكلام اللي قلناه وتروح تجري على الإدارة تحكي للأساتذة إيش اللي بنقوله وراهم. والمشكل إنها دايما بتضيف بهارات على الكلام، وفي مرات تقول كلام ما قلناه، ودايما نلاقي مشاكل مع الأساتذة. فعشان ننتقم منها اتفقت أنا ورفيقاتي نعمل لها مقلب، وكالعادة إحنا بالفسحة قاعدين نسولف ويا بعض وهي جايبة ودانها. فقلت لرفيقاتي: ليش ما نسوي للأبلة حفلة؟ هي مرة ظريفة وحلوة وبتعاملنا كويس، ولازم نجيب لها هدية كويسة، وكمان نخلي نسرين هي اللي تعطيها الهدية عشان هي مرة تحبها، وطبعا نسرين هي هذه البنت. أوكي، بكرة نجيب لوازم الحفل ونزين الصف ونعطي الهدية لنسرين ونقول لها هي اللي تعطيها للأبلة، وإحنا كنا بس نشتغلها. فطبعا هي صدقت وراحت تجري أسرع من الصاروخ عند الأبلة. فعشان هي صدقت المقلب وفكرته حقيقي إنه إحنا حنسوي حفلة وحنجيب هدية، وعشان هي متملقة فقررت تستغلنا وتنحسب الحفلة والهدية باسمها. طماعة، فكذبت على المعلمة وعملت حالها هي اللي حتجيب الهدية وحتسوي الحفلة وإحنا بس حنساعدها. فقالت للأبلة: بكرة عاملين لك أنا والبنات حفلة، وكمان أنا حجيب لك هدية عشان أنت أحلى أستاذة. هما أقولكم الأستاذة طارت من الفرحة. وإجا بكرة وإحنا قاعدين بالصف عادي، فجات هذه البنت نسرين لابسة فستان حفل. هو صراحة يجنن، بس الموقف هذا ضحك. فجت وتفاجأت انه ما في لا زينة ولا شيء، فجت لعندي وقالت لي: ما حتعطوني شيء اليوم؟ طيب لا
علاش ما زينتو الصف؟ ليش حنزين الصف ونجيب هدية؟ ليش اليوم عيد ميلادك؟ فانصدمت. ودخلت الأبلة وهي في كامل أناقتها، مفكرة إنه في حفلة وهدية وكده، ولابسة فستان خاص بالحفلات. فين الحفلة اللي قلتولي عليها؟ وين هدية؟ فما أقولكم كيف صار وجهها هديك اللحظة. أما أنا والبنات كنا حنموت من الضحك. فقالت لها البنات يا أبلة هم اللي نسيوا الحفلة، أنا كلفتهم وهم ما عملوا شيء، وكمان اشتريت الهدية وأعطيتها لهم وهم نسيوها. لا يا أبلة، إحنا ما كنا حنعمل لا حفل ولا شيء، وما اشتريت هدية وما أعطتنا ولا شيء. مين قال لك هذا الكلام؟ أصلا إحنا بفترة امتحانات. يا أبلة لو تبغين يسوي حفل آخر السنة على الرحبة والسعة، هذه فكرة مرة حلوة. فالأستاذة مرة عصبت على نسرين. ليش تكذبين وتقولين لي حنسوين لك حفلة ونجيب هدية؟ تكذبين باسم رفيقاتك، وكمان خليتيني أضحوكتي الصف جاية لابسة ملابس حفلة وعاملة كل هذا، وعملت ميكاب وعملت كل شيء، وانتي تضحكين علي انتي يا راعية مشاكل. وقعدت تصرخ عليها، ومن هذاك اليوم ما عاد حد في الأساتذة يصدقها. وصراحة من هذاك اليوم بطلت عادة التوصيل الكلام والتملق، فالمقلب هذا كان سبب في إنها رجعت للطريق الصح. حبايبي، وزي ما وعدتكم حشارك معاكم رسماتكم لشخصيتي رموشة، وهذه الرسمات كانت أكثر من رائعة واللي فرحتني كتير. وأقولكم أحبكم أحبكم أحبكم، وشكرا على هذه الرسومات الرائعة. حبايبي، أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم لا تنسون تضغطون على زر اشتراك ولايك، وكمان تفعلون الجرس علشان تتوصلون بالجديد حقي. ويلا أحبكم يا أحلى عيلة.